مشكلة المنتخب ومنطقة الوسط صراحة يعني كلهم موهوبين، يعني بداية تستعرض مين ولا تخلي مين. أنا بالنسبة لي بصراحة المنطقة هذه يمكن هي المحور الرئيسي في تفوق المنتخب في الفترة الماضية. يعني ما نقول إنه الدفاع والحراسة، طبعا كابتن ياسر كان متألق والعويس في مباراة اليابان، بس أنا والهجوم، لكن أنا أقول منطقة الوسط دائما تصنع الفارق. تحديدا بصراحه عبد الملك الخيبري يعني جندي مجهول، كثير مننا يمكن ينسى اسمه. عبد الملك الخيبري في كل مباراه يكون موجود فيها تلاقيه هو السد المنيع في امام الهجمات. هذا بالنسبه للمنتخب. للمنتخب وفي لاعب ثاني كمان ما ابغى يعني شوف طبعا أنا والله أنا كلهم نجوم، بس اتكلم عن يحيى الشهري. ويحيى الشهري المنتخب ويحيى الشهري حاله خاصه، يبغى له حاله قدام. لا يقول لك مارفك هذا عقلي يفكر فيه داخل الملعب. يعني انا بصراحه يعني يمكن احسن لاعب بالنسبه لي هذا الموسم، واعتقد يمكن السبب في تألقه الكبير دياز. عبد الله عطيف يعني تغير بدرجه كبيره جدا. عبد الله عطيف من سنتين ثلاثه من الشباب انتقل من 2012 والناس نسيوه، يعني نسيوا انه في لاعب انتقل للهلال. بعد 5 سنوات عبد الله عطيف يعني سوى موسم استثنائي اعتقد، حتى دخوله للتشكيله. المدرب دياز ايضا يعني دخوله للتشكيله وحتى انضمامه اتوقع لو كان حتى لعب حيصنع فارق. اتمنى له التوفيق. علي والله شوف هو اهم مركز بالنسبه للمنتخب السعودي هو مركز الوسط، خصوصا في المباراه الحاسمه مع استراليا. خليني اشوف نعيد الذاكره ونتذكر مباراه العراق. النجم الاول عبد الملك الخيبري، اللاعب الوحيد في الملاعب السعوديه عبر تاريخ كره القدم السعوديه اللي يجمع عليه كل المدربين أي كان لاعب تكتيكي ينفذ خطة المدرب بالملي، يعني كل الجميع. لا بس كان في خميس العلوي. لا كان على الجبرين برضو. الجبرين ترى كان أساسي مع مارفيك في المباراة قبل ما يصاب.